دورة 19 للمهرجان الدولي مغرب الحكايات اللي كيتنظم بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية الرباط القنيطرة تحت شعار كلمة لإفريقيا تراث مشترك، تحت وأيضا يعتمد على أن هذه الثقافة هي رافعة للتنمية ورافعة للحوار والتلاقح بين الثقافات. هذا المهرجان كما تلاحظون بعد عودتنا سنتين إلى الوراء بسبب كوفيد، ها نحن الآن نحاول أن نخطو خطوة عملاقة إلى الأمام، بحيث حج للمهرجان مغرب الحكايات أكثر من 80 راوي وراوية، وأيضا هناك تجسيد لشخصيات خيالية تؤثر الحكايات الشعبية كالغولة هاينة، حكايات كأرطلون سرطل، كالأمير، كالعشر مادة، وهناك شخصيات خيالية كثيرة سوف يعيشها المغاربة خلال هذه الأيام معنا في حكايات دائما تمرر القيم الإنسانية، التسامح والمحبة ما بين الشعوب. صوصي علوي هاشم، حكواتي دولي، ممثل ومخرج مسرحي، مشارك في المهرجان منذ 2005، وأنا سعيد الآن بالدورة 19 لهذا المهرجان الذي راكم تجربة وخبرة كبيرة أصبحت مشهورة، وأصبح العالم يقبل على هذا المهرجان حيث تشارك فيه 40 دولة. والآن الكلمة لإفريقيا، ونحن نحتفل بعاصمة الرباط، عاصمة الأنوار، عاصمة الثقافة الإفريقية، الثقافة الإسلامية، وهناك مشاركة مكثفة من مصر، من الإمارات، من العراق، من سلطنة عمان، من تونس، من جميع الدول، وإحنا مسرورين بهذا الإنجاز وبهذا المهرجان الإفريقي الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، أشرف شعيبات، رئيس وفد فلسطين، مشارك في مهرجان مغرب الحكايات. طبعا مشاركتنا هذا العام بتيجي في إطار المساهمة الفلسطينية للحكاية الشعبية في ضمن حكاية زريفة الطول. هي حكاية حدثت في شمال فلسطين، حدوقة الفلسطينية، وصارت هزوج أغنية شعبية. طبعا المهرجان كان ناجح بكل المقاييس، سواء بحلقة البارحة وبالنسبة لموضوع الافتتاح اليوم. الأجواء جد رائعة، ونتمنى التوفيق لإدارة المهرجان والوفود المشارك. لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.